اهلا بكم طلابي طلاب بريب 1 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. النهارده ان شاء الله هناخد مع بعضينا ليسون 4 في يونت 2 اللي بعنوان Multiplying and Dividing Algebraic Terms. الدرس بتاعنا النهارده انا بعتبره اسهل كتير من الدرس اللي فات، لان دايما المالتيبليكيشن القواعد بتاعته بتبقى اسهل من الاديشن، لان احنا لما كنا بنعمل اديشن كنا لازم نختار ونحدد اللايك تيرمز، يعني مش كل الترمات يتعمل لها اديشن مع بعضها، ولكن في المالتيبليكيشن اي ترم اقدر اعمل له مالتيبليكيشن مع اي ترم تاني، فده هيسهل علينا المساله كتير. زي ما تعودنا لو في حاجات من السنوات السابقه محتاجين نراجعها قبل الدرس بتاعنا علشان تساعدنا في فهم الدرس بتاعنا، ضروري جدا نراجعها، ضروري جدا ناكد ان احنا مش ناسيين حاجه من السنوات السابقه، ضروري جدا ناكد ان احنا متاسسين كويس، لان زي ما قلت لكم ان المرحله اللي احنا فيها دي والترم ده بالذات اخر ترم ممكن تلحق فيه نفسك. لو انت طالب عايز تتفوق، لو انت طالب عايز تخش كليه قمه، لازم يكون التاسيس بتاعك كويس جدا. والكل ولي امر بيسمعني، ارجوك الترم ده ترم في غايه الخطوره. كل الدروس بتاعت يونت 2 تعتبر تأسيس للمبادئ بتاعت علم الألجبرا. ممكن تلاقي طالب في تالتة ثانوي عنده مشاكل جامدة جدا في الماثيماتكس بسبب انه مش فاهم الدروس دي كويس، فلو سمحت تابع ابنك كويس وأكد انه هو بيمشي بسهولة وما عندوش اي لبس في اي معلومات من السنوات السابقة. الدرس ده عشان نفهمه كويس احنا محتاجين حاجات بسيطة جدا من السنة اللي فاتت. درس المالتيبليكيشن والديفيجن للالجبرايك تيرمز معتمد على درس المالتيبليكيشن والديفيجن للانتجرز، ومعتمد على الريبيتد مالتيبليكيشن. اول درس معانا هنلاقيه في جريد 6 في السكند تيرم يونت 1 ليسون 4، ودي اللينكه بتاعته علشان اللي عايز يوصل للدرس يوصل له بسهوله. محتاجين في الدرس ده نراجع قد ايه؟ محتاجين فقط نراجع 12 مينتس من اول الدرس لحد المينت 12. هنراجع ايه في الجزئيه دي؟ كان في قواعد بتحكم عملية المالتيبليكيشن للبوزيتيف انتجر والنيجاتيف انتجر، وعندي اكزامبل 1 لازم نشوفه علشان نتأكد ان احنا فهمنا الجزئية دي. طيب ايه كمان؟ الاهم طبعا من المقطع ده الجزئيتين دول. عندنا درس خدناه الترم اللي فات جريد 6 في السكند تير اول يونت ليسون 5، كان بعنوان ريبيتد مالتيبليكيشن، درس في غاية الاهمية. القواعد بتاعته هتفضل مستمرة معانا في كل الدروس لحد المرحلة الثانوية وتالتة ثانوي كمان. محتاجين نراجع منه قد ايه؟ من اول الدرس عندي 16 مينتس، حوالي ربع ساعة. الربع ساعة دول ياريت تتفرجوا عليهم، هتفتكروا يعني ايه باور، هتفتكروا يعني ايه اكسبوننت، هتفتكروا يعني ايه بيز، هتفتكروا معنى كلمة ريبيتد مالتيبليكيشن. ايه كمان؟ في عندنا تلت ساعة من اول المينت 25 لحد ال 48. الجزئية دي مهمة جدا لان مشروح فيها الرولز اوف باور، هتعرف امتى تقاد الباور. كنا بنقاد الباور في عملية المالتيبليكيشن، كنا بنعمل سبتراكشن للباورز في عملية الديفيجن، وفي عندنا اكزامبل مهم جدا اكزامبل 4. ده مهم ليه؟ لان في عملية الديفيجن كنا بنحب نعمل سمبليفيكيشن الاول قبل ما اعمل الديفيجن. كل الكلام ده هنلاقيه مشروح بالتفصيل في التلت ساعة دول. لو انت طالب متفوق وشاطر وذاكرت السنه اللي فاتت برضه تراجعهم علشان هتفتكر برضه الكلام ده. ولو انت طالب عندك مشاكل في التاسيس، ها، ومش فاهم الجزء ده كويس، لما ترجع تذاكره وانت دلوقتي في بريب 1 هتلاقي الدنيا اسهل، خلاص انت كبرت سنه، فهتلاقي نفسك بتقدر تفهم المعلومات دي احسن، وبالتالي تقدر تمشي في الدرس بتاعنا النهارده بسهوله. يلا مع بعضنا نبدا الدرس. اول جزئيه معانا Multiplying the like bases. احنا كنا واخدين قبل كده ان المنظر ده بنسميه اكسبوننت. ده متكون من ايه؟ متكون من بيز، والبيز دي عليها باور. ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن ريبيتد مالتيبليكيشن، يعني عندي 2، ال2 ديت متكرره 3 مرات بالمالتيبليكيشن، يعني ده بيكوالز معايا 2 تايمز 2 تايمز 2 اللي هي 8. طب و2 باور 2 دي معناها ايه؟ دي معناها 2 تايمز 2. طيب و2 باور 5 معناها ايه؟ معناها 2 معمول لها مالتيبليكيشن في نفسها 5 تايمز. هنلاحظ حاجه غريبه قوي، هنلاحظ ان الناتج ده اللي هو 32 ده عباره عن ال8 تايمز ال4. يبقى ده معناه ان ال2 باور 3
لو عملت لها ملتبليكيشن في ال 2 باور 2 الناتج يديني 2 باور 5. يبقى احنا ممكن نكتب 2 باور 3 تايمز 2 باور 2 تديني 2 باور كام؟ باور 5. ايه الملحوظه اللي احنا شايفينها هنا؟ ان في عمليه الملتبليكيشن للاكسبوننتس بنلاحظ ان البيز بنكتبها زي ما هي وبنعمل اديشن للباورز، وبالتالي ممكن نقول لما هنعمل ملتبليكيشن لللايك بيزز هناد هنعمل سم للانديسيز بتاعتهم. كلمه انديسيز ده البلورال اوف كلمه اندكس، يعني لما اقول لك 2 باور 5 ال 5 دي اسمها اندكس، وكنا بنقول عليها برضو ايه هي كلمه باور. لو عندي اكتر من اندكس بنسميهم انديسيز. يبقى اول قاعده عندي لو عندي فاريبل عليه باور ام وعندي نفس الفاريبل عليه باور ان، لو عملت لهم ملتيبليكيشن الناتج هيديني نفس الفاريبل عليه ام بلس ان. طيب لو حبينا نعمل ديفيجن هنلاحظ الاتي: 2 باور 5 32، 2 باور 3 ب 8، 2 باور 2 ب 4. انا عندي 32 ديفايدد 8 بتديني 4، ده معناه ان 2 باور 5 ديفايدد 2 باور 3 هتديني 2 باور 2 اللي هو المنظر ده. طب ايه اللي احنا ملاحظينه في المنظر ده؟ ده عمليه ديفيجن. في عمليه الديفيجن البيز بيكتب زي ما هو. طيب ايه اللي بيحصل عندي في الباور بتاعت الكوشنت؟ الناتج الباور بتاعته عامله ازاي؟ بتبقى الاندكس ده او الباور ده ماينس الباور ده. بالمناسبه احنا الكلام ده واخدينه السنه اللي فاتت، الكلام ده مش جديد. وبالتالي ممكن نقول هو ان ديفايدنج ذا لايك بيزز، لما نيجي نعمل ديفيجن للبيزز المتشابهه كل اللي احنا هنعمله هنسبتراكت زير انديسيز، هنعمل عمليه سبتراكشن للباورز. يعني لو عندي فاريبل اسمه ايه عليه باور اسمه ام، وعندي نفس الفاريبل اللي هو ايه برضو عليه باور ان، وعايز اعمل ديفيجن للكميه دي على الكميه دي، هيبقى الكوشنت بتاعي هو هو الفاريبل والباور اللي عليه ام ماينس الان. الجزئيه دي احنا خدناها السنه اللي فاتت، ولما هنمشي في الدرس بتاعنا النهارده هنلاقي ان الشرح تقريبا هو هو نفس الكلام ده. طيب احنا بقى عايزين نتكلم عن الالجبرايك تيرمز. الالجبرايك تيرمز احنا عرفنا من ليسون 1 ان هي متكونه من ايه؟ متكونه من مجموعه من الفاكتورز. الفاكتورز دي كانت ممكن تكون نيوميريكال وكانت ممكن تكون الجبرايك فاكتورز. النيوميريكال فاكتورز كنا بنسميها الكوفيشنتس، والالجبرايك فاكتورز اللي هي كانت الفاريبلز. وكانت العلاقه ما بينهم جوه الترم كانت علاقه ملتبليكيشن، زي هنا مثلا كده ال 5x ديت، ده عباره عن ترم متكون من تو فاكتورز، اول فاكتور اسمه 5 والفاكتور الثاني اسمه اكس سكويرد، والاثنين معمول لهم ملتبليكيشن. ده بسميه كوفيشنت وده بسميه الجبرايك فاكتور او فاريبل. ايه هي القواعد اللي هنتبعها في عمليه الملتبليكيشن للترمز؟ ادي عندي ترم وادي عندي انذر ترم. بسهوله جدا هنقول ان ال 5 تايمز 3 تديني 15 والاكس سكوير تايمز الاكس تديني اكس باور 3. يعني الكوفيشنت عملت له تايمز مع الكوفيشنت الثاني، وتعاملت مع الفاريبلز على اساس ان هم اكسبوننت، يعني بيز عليها باور وبيز عليها باور، وعملت لهم ملتبليكيشن. طيب لو عندي مثلا 2a تايمز ال 5b نعمل لها ازاي ملتبليكيشن؟ سهله جدا، اقول 2 تايمز 5 تديني 10 والa تنزل والb تنزل. يعني ايه كلمه الa تنزل؟ هو انا مش المفروض اعمل للa تايمز الa في الناحيه الثانيه؟ ايوه، ما انا لما اقول لك هنا 2a تايمز هنا 5b، لو قلنا ان ال2 هيتعمل لها ملتبليكيشن مع ال5 تديني 10، طب الا هعمل لها ملتبليكيشن مع ايه؟ ها هو الترم ده فيه ايه؟ فيه ايه؟ فين هي؟ موجوده اهي، ايه وعليها باور 0 اللي هي بكام؟ ايه باور 0 ديت؟ دي ب1. يعني الا ديت اكني بقول لك هنعمل لها تايمز 1،
هتديني كام؟ هتديني الاي. طب والبي ديت يعني ايه كلمه هنزل البي؟ لا هي اتعمل لها فعلا ملتبليكيشن، لكن اتعمل لها ملتبليكيشن مع 1 هنا، جه منين ال1 هنا؟ هو بي برضو، بس البي هنا عليه باور 0 اللي هو بايه؟ اللي هو ب1 برضو. طبعا كل التفاصيل دي انا بوضحها لك مش اكتر، لكن انت لما تيجي تحل هتقول على طول 2a تايمز 5b، 2 تايمز 5 ب10، والa تايمز b بa b على طول. لكن هو الصح ما قلتش a تايمز b، هي الa فعلا اتعمل لها ملتيبليكيشن في المقابل بتاعها في الترم ده اللي هو الa باور 0 اللي هو ال1، ولكن احنا مجازا هنقول ان الa تايمز b هي الa b. طب يلا لو عندك 5x سكوير تايمز 3x، 5 تايمز 3 تديني 15، x سكوير تايمز x تديني x، والباور عندي يبقى 2 بلس 1 اللي هو 3. كده يبقى احنا خلصنا شرح الملتبليكيشن. شايفين قد ايه الملتبليكيشن سهل؟ سهل جدا، مفيش اي مشاكل فيه خالص، مسالته مضمونه. بس امتى تكون مسالته مضمونه؟ لو ذاكرنا، لو عملنا اللي علينا. لازم تعمل اللي عليك وتحل كتير، حل كتير بالذات الترم ده، أرجوك الترم ده هيفرق معاك كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل السادة المتابعين الأفاضل، أحب أعرف حضراتكم أن القناة متوفر عليها دلوقتي منهج الساينس لبريب 1. أتمنى من حضراتكم تتابعونا، لأن اللي هيدرس المادة أستاذة من أفضل الأساتذة المتخصصين في مادة الساينس. وزي ما احنا متعودين هنوفر شرح كامل ووافي لكل أجزاء منهج الساينس، وهنوفر كمان ملخصات شاملة للمنهج، وهيكون معاها مجموعة من الشيتات، وبرضه هنحل أسئلة كتاب الأساسمنت. علشان توصلوا للفيديوهات هتلاقوا بلاي ليست أو قائمة تشغيل الفيديوهات عنوانها Science Prep 1 First Term، هتلاقوا كل الفيديوهات موجودة فيها إن شاء الله. يلا مع بعضنا نشوف example 1. بيقول لي find the result of each of the following. إيه ده؟ عملية multiplication؟ أول ما تجيلي عملية multiplication في الامتحان المفروض نفرح، درجتها مضمونة، المultiplication سهل. يلا 5 تايمز 3 يديني 15، عندي هنا a باور 3 وعندي هنا a، لما اجي اعمل لهم ملتيبليكيشن يديني كام؟ يديني a باور كام؟ باور 4. جت منين ال4 ديت؟ قلت ال3 ديت بلس ال1 اللي موجود على الa اللي احنا متعودين ما نكتبوش. طيب هنا b تايمز b تديني كام؟ هل b؟ لا، b باور 2، لان انا عندي هنا 1 وعندي هنا 1، يبقى الملتبليكيشن بتاعهم بي سكويرد. يلا اللي بعديها عملية ملتبليكيشن 3 over 4 times 4 over 3. ممكن يا مستر نعمل سيمبليفيكيشن؟ لا مش ممكن، ده أكيد، ده لو في سيمبليفيكيشن لازم تعمله الأول. ما تجيش تقول لي 3 times 4 تديني 12 و4 times 3 تديني 12 و12 over 12 تديني 1، كده حضرتك بتضيع وقت. المفروض أول ما أشوف 3 فوق و3 تحت، 3 ديت هتتكنسل مع 3 ديت. يعني ايه كلمة تكنسل؟ يعني بعمل ديفيجن على 3 هنا وديفيجن على 3 هنا. كذلك الفور، الفور دي هتتكنسل مع الفور ديت، هتديني 1 وهتديني 1. يبقى عندي a باور 2 تايمز ال a اللي هي a باور كام؟ a باور 3. يلا اللي بعديها عملية ملتبليكيشن، يبقى نعمل الكوفيشنت تايمز الكوفيشنت. بعيني شايف ان ال 5 والنيجاتيف 15 الاثنين في تيبل 5، يبقى نعمل سمبليفيكيشن الاول. 5 ديفايدد 5 تديني 1، نيجاتيف 15 ديفايدد 5 تديني نيجاتيف 3. يبقى عندي هنا 2 وهنا نيجاتيف 3، 2 تايمز نيجاتيف 3 تديني نيجاتيف 6. هنا بقى المفروض نكون متاسسين كويس في الملتيبليكيشن بتاع الانتجرز. ما حدش يقول لي 2 تايمز نيجاتيف 3 ببوزيتيف 6. عندي بوزيتيف تايمز نيجاتيف، الناتج يديني نيجاتيف. وعندي هنا x سكويرد و x كيوبد تديني x باور كام؟ 2 بلس 3 تديني ال 5. يلا نشوف مسألة تراي. يلا 2 تايمز نيجاتيف 3 تديني كام؟ تديني نيجاتيف 6. a تايمز a تديني a سكويرد، وال b تنزل. يلا اللي بعد كده، هنا عندي نيجاتيف 2 تايمز كام؟ تايمز 3 تديني كام؟ تديني نيجاتيف 6. واكس سكوير تايمز الاكس تديني اكس باور كام؟ باور 3. ليه 3؟ عشان عندي هنا 2 وعندي هنا 1 وعملنا لهم اديشن. طيب هنا واي وواي سكويرد الملتبليكيشن بتاعهم واي باور كام؟ باور 3 برضو، هنا في 1 وهنا في 2،
الصم بتاعهم سري. طيب يلا نشوف اللي بعديها. عندي coefficient negative 4 وعندي 1 half. ال 2 ممكن اعمل لها simplification مع negative 4. اقول كده 2 divided 2 تديني 1، negative 4 divided 2 تديني negative 2. يبقى عندي هنا 1 وهنا negative 2. negative 2 times 1 ب negative 2. يلا L times L square تديني L باور 3. جت منين ال 3 ديت؟ في عندي هنا 1 وفي عندي هنا 2، الصم بتاعهم 3. وهنا M square times M square تديني M باور 4. ليه 4؟ علشان 2 plus 2 تديني 4. يلا نشوف اللي بعد كده. 2 thirds times 9 over 4. في عندي simplification لازم اعمله. 2 divided 2 تديني 1، 4 divided 2 تديني 2، 3 divided 3 تديني 1، 9 divided 3 تديني كام؟ تديني 3. يبقى انا عندي هنا ده 1 وهنا ايه؟ 3 over 2 اللي هي 3 over 2. يلا m squared هنا في عندي m؟ لا، يبقى تنزل ال m squared. هنا n times n تديني n squared. كده يبقى احنا خلصنا المالتبليكيشن. يلا مع بعضنا نتعرف على الديفيجن للالجبرايك تيرمز. في عمليه الديفيجن هنعمل ديفيجن للكوفيشنتس وهنعمل سبتراكشن للايه؟ للباورز اللي موجوده على اللايك بيزز. يلا نشرح الكلام ده على اكزامبل 2. بيقول لي find the quotient of each of the following. الكوشنت اللي هو ناتج عمليه القسمه. اطراف عمليه الديفيجن كانت ايه؟ كانت الديفيدنت، وكان الديفيدنت ده لما اجي اعمل له ديفيجن كنا بنقسمه على الديفايزر، وكان الناتج بتاعي كنا بنسميه الكوشنت. فهو هنا لما يقول لي find the quotient يعني اوجد ناتج عملية الديفيجن. طب احنا عايزين نقسم ايه على ايه؟ عايزين نقسم ده باي ده، يعني اكني بقول لك 12 a power 3 divided 3 a. عايزكم تعودوا نفسيكم لما نيجي نعمل ديفيجن نحط الديفيدنت والديفايزر في صورة فراكشن. يعني اقول كده 12 a power 3 divided 3 a، لان الصوره ديت احنا متعودين ان احنا نعمل فيها سمبليفيكيشن. يعني هقول كده 3 divided 3 تديني 1، 12 divided 3 تديني كام؟ تديني 4. عمرنا ابدا ما عملنا سمبليفيكيشن على الصوره دي، يعني ما حدش ابدا في الصوره دي كان بيعمل كده، كان بيقول 3 divided 3 تديني 1، 12 divided 3 تديني كام؟ 4. ما كانتش بتحصل ابدا الحكايه دي، لكن كانت بتحصل في المنظر ده. احنا مسائلنا الترم ده كلها سمبليفيكيشن، فالافضل طبعا ان احنا نكتب الايه؟ المساله على الصوره ديت. طيب يلا عندي هنا ايه وعندي هنا ايه باور 3؟ احلها ازاي؟ ممكن اقول a divided a تديني 1، و a باور 3 divided a تديني a باور كام؟ باور 2. يبقى الناتج بتاعي 4 a squared. وممكن حد تاني يقول لي كده يا مستر انا هقول هنا في عندي 4 ويبقى عندي a عليها باور 3 وهطرح منها ال1 اللي موجود هنا، يبقى 3 ماينس 1 اللي هي هتديني 4 a باور كام؟ باور 2. اللي عايز يعملها كده يعملها، اللي عايز يعملها كده يعملها، ولكن انا افضل ان احنا نعمل سمبليفيكيشن على طول. مش هتعرف تعمل سمبليفيكيشن، امشي بالراحه واحده واحده، مفيش مشكله خالص، محدش بيجري ورانا، بس اطلع الناتج بتاعي مظبوط في الاخر. يلا المساله اللي بعد كده. عايزين نعمل ديفيجن ل 21 x divided negative 3. 21 divided negative 3 تديني negative 7، والx ايه؟ الx تنزل. طيب اللي بعديها هنعمل كده، عندي negative 15 x squared y power 3، وعندي تحت 5x y squared. ال 5 divided 5 تديني 1، negative 15 divided 5 تديني negative 3. هنا عندي x وهنا عندي x squared. ال x دي عليها باور 1 انقصه من ال 2، يبقى اكن x divided x تديني 1، x squared divided x تديني كام؟ تديني x. طيب هنا y squared وهنا y باور 3، يبقى ال y squared هتتكنسل مع 2 من هنا، يعني هناخد 2 من ال 3 تديني كام؟ تديني 1. يبقى نكتب هنا y، يبقى الانسر عندي is negative 3 x
واي. ممكن حد يقول لي يا مستر انا هتلخبط، لو سمحت انا هعملها كده، هقول نيجاتيف 15 ديفايدد 5 بنيجاتيف 3، وعندي هنا اكس سكويرد وعندي هنا اكس، هكتب كده اكس باور 2 ماينس 1، وعندي هنا واي باور 3 واي باور 2 هكتب كده واي باور 3 ماينس 2. يبقى الناتج بتاعي نيجاتيف 3 وعندي هنا اكس وواي 3 ماينس 2 تديني 1. اقول لك مفيش مشكله خالص، بس انا ليه عايز اعودك على الطريقه دي؟ لان في بريب 2 وفي بريب 3 وفي المرحله الثانويه الكلام ده هيبقى صعب وهياخد منك وقت، انت هتشتغل في مسائل كبيره، فكل ما تعمل سمبليفيكيشن بسهوله وتبقى متعود عليه هتلاقي نفسك بتخلص اسرع. طيب يلا اللي بعديها، هل ممكن نحل من غير سمبليفيكيشن؟ ممكن. اقول كده مثلا نيجاتيف 24 ديفايدد نيجاتيف 8 تديني 3، اي باور 5 واي باور 2 على طول ممكن واحد يعملها بدماغه، يقول لي ايه و5 ماينس 2 تديني 3. طب البي اكتب البي، انا شايف هنا 3 وهنا 1، 3 ماينس 1 تديني 2. طب والسي سكويرد تنزل، مفيش مشكله خالص. ممكن واحد تاني يعمل سمبليفيكيشن، يطير ده كده مع ده كده وده يديني كام؟ ده يديني 3. اوعى حد يكتب نيجاتيف 3، لا 3. طيب والاي باور 2 يكنسلها مع الاي باور 5 ويكتب كده اي باور 3 تمام، يكنسل البي وهنا يكتب بي باور 2 تمام، وبعد كده يكتب اللي اتبقى. اللي شايف انه بيستفيد من القناه وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناه عن طريق فودافون كاش على الرقم اللي قدامكم على الشاشه. يلا مع بعضنا نشوف الريمارك اللي جايه اللي بتوضح لينا لو عندي ايكوال فاكتورز، فاكتورز زي بعضها في عمليه الديفيجن، بنكنسلهم مع بعض لان الايه عمليه الديفيجن ليهم بتكون ب1. يعني هو هنا بيقول لي ايه الكوشنت للتو ايكوال فاكتورز از 1، يعني ده اي باور 5 واي باور 5 لما اجي اعمل لهم ديفيجن اهي اي باور 5 ديفايدد اي باور 5 تديني اي باور 5 ماينس ال5 اللي هي a باور 0 اللي هي كام؟ اللي هي 1. يبقى احنا هنا كنسلنا الاكسبوننت ده مع ده والاكسبوننت ده مع ده علشان هم زي بعض، يبقى معايا نيجاتيف 15 ديفايدد 3 بنيجاتيف 5 والسي سكوير ديفايدد سي تديني سي. وبيأكد عليا برضو في المعلومه ديت ان عمليه الديفيجن باي 0 از مينينجلس، ما ينفعش يبقى الديفايزر 0. هل في الحقيقه ممكن اديك حاجه واقول لك خدها كده قسمها على 0؟ انت معاك مثلا 10 حاجات، علشان اقسم اقل حاجه عندي ينفع اقسم عليها 1، لما اجي اقسم ال10 على ال1 هقول له خدهم كلهم، ممكن بدل ال1 يبقى 2، لما ال10 هقسمهم على ال2 كل واحد هياخد 5. لكن غير منطقي اطلاقا ان انا اقول لك خد كده ال10 بيسز ديت وقسمهم على 0. انت هتقول لي ايه يا مستر هو ينفع حد يقسم حاجه على 0؟ الكلام ده ملوش معنى، علشان كده احنا بنقول ان الديفيجن باي زيرو از مينينجلس. طيب يلا نشوف مسألة تراي. choose the correct answer. هنا 5a باور 6 divided 5a، 5 divided 5 تديني 1 مش هنكتبه، a باور 6 divided a تديني a باور كام؟ باور 5. جت منين ال 5 دي؟ قلنا 6 minus 1. يا مستر انت كنت بتقول من شويه بنعمل اديشن لل6 وال1، لا بعمل اديشن في عمليه الملتيبليكيشن، لكن دي عمليه ديفيجن هعمل سبتراكشن للباورز، يبقى نختار اي باور 5. طيب اللي بعديها يلا 6 ديفايدد نيجاتيف 3 تديني نيجاتيف 2، اي باور 2 ديفايدد الاي تديني اي، علشان 2 ماينس 1 يديني 1، b باور 3 ديفايدد b سكويرد تديني b، علشان ال 3 ماينس 2 تديني 1، يبقى نختار نيجاتيف 2 ab. طب يلا هنا نيجاتيف 12 ديفايدد 4 تديني نيجاتيف 3، x باور 3 ديفايدد x سكويرد تديني x، y سكويرد هتتكنسل مع ال y سكويرد، يبقى الانسر عندي is choice c. اللي بعديها يلا هنا نيجاتيف 8 وهنا ايه بقى؟ هنا في نيجاتيف، يعني ايه النيجاتيف ده؟ ده اكنه بالظبط نيجاتيف 1. يبقى نيجاتيف 8 ديفايدد نيجاتيف 1 تديني 8.
وعندي هنا اكس باور 5. اوعى حد يعمل لي مع الواي باور 3، لا طبعا الاكس نعمل لها ديفيجن مع الاكس، يعني الاكس باور 5 ديفايدد اكس باور 4 تديني اكس. جت منين الاكس دي؟ عشان قلنا 5 ماينس 4 تديني 1. واي باور 3 وهنا واي باور 3 يتكنسلوا مع بعض، يبقى الانسر عندي از 8x. اللي بعديها جميله قوي ديت، 10x باور 5 ديفايدد a يديني 2x باور 3. ها هي ال 10 اعمل لها ديفايدد كام عشان تديني 2؟ ديفايدد 5. طيب الاكس باور 5 نعمل لها ديفيجن على اكس باور كام علشان تديني 3؟ ال 5 اخد منها كام عشان تديني 3؟ ناخد منها 2. يبقى نختار اللي تشويس سي. طب اللي بعديها، البرودكت ده هي ايكوالز الفاكتور ده تايمز اني فاكتور. ها اعمل ايه؟ نجيب ده ازاي؟ اسال نفسي هي 12 تايمز كام تديني 48 تايمز 4. جميل. طب ايه سكويرد تايمز كام تديني ايه باور 4 تايمز ايه سكويرد. ممتاز. البي سكويرد تايمز كام تديني بي باور 7 تايمز بي باور 5. يبقى نختار التشويس دي. طيب تعالوا مع بعضينا كده نشوف ابلكيشن على عمليه المالتيبليكيشن والديفيجن للالجبرايك تيرمز، وبرضه هنحل اكزامبل. بيقول لي هنا كالكوليت ذا بريمتر اند ذا اريا اوف ايتش اوف ذا فولوينج فيجرز. عايزين نجيب للريكتانجل ده البريمتر والاريا. البريمتر عندي للريكتانجل بي ايكوالز اللينث بلس الويدز تايمز 2 اللي هو هيكوالز معانا اللينس بكام؟ اللينس 3x. الويدز بكام؟ 2x. واللي يطلع نعمل له تايمز 2 ده اللي هو هيكوالز معانا هنا 3x بلس 2x. اوعى حد يقول لي 6x سكويرد. حضرتك بنعمل عمليه اديشن، ركز معايا ركز معايا. دول لايك تيرمز نقدر نعمل لهم اديشن. 3 بلس 2 5 والاكس تنزل. تمام الكلام ده نعمل له تايمز 2 اللي هو يديني 10x وطبعا لينس يونت. طيب الاريا عندي بتاعت الريكتانجل كانت بتيكوالز ايه؟ كانت بتيكوالز اللينس تايمز الويدز اللي هي هتيكوالز معانا اللينس عندي ب 3x تايمز الويدز عندي ب 2x. الناتج عندي يديني 6x سكويرد وطبعا اريا يونت. يلا نشوف اللي بعديها. ايه الشكل ده؟ الشكل ده الريجولار شيب، شكل غير منتظم ما خدناهوش قبل كده. البريمتر بتاعه سهل، هنشوف اللينسز بتاعت الاوتر شيب ونعمل لها صم. طب في الاريا هنعمل ايه؟ طب يلا نجيب بس البريمتر الاول. دي كلها كده كام؟ 4x. والحته دي كده عندي اكس، يبقى الحته دي كام؟ هيبقى ال 4x اشيل منها الاكس يبقى هنا عندي 3x. طب ده كام ده؟ ده عباره عن ده بلس ده، دي كده 2x وده كده 3x، الصم بتاعهم 5x. يبقى البريمتر عندي في الحاله دي هيساوي الصم بتاع كل الايه اللينسز ديت. نبدا بده ال 5x، يبقى 5x بلس عندي هنا 4x، الكلام ده بلس، اخد دي كده 3x بلس اكس، 3x بلس الاكس، عندي كده 2x، وعندي كده 3x. انا هقول لكم فجأة بعد كده، هقول لكم فجأة ان الشكل ده واحنا خدناه في ليسون 1 او 2، ان انا لما اقطع من ريكتانجل اي شيب من الاوتر سايدز على شكل ريكتانجل برضو البريمتر ما بيتغيرش. هتشوفوا دلوقتي انا اقصد ايه. طب ده هيكوالز ايه؟ 5 بلس 4 9 و 3 12 و 1 13 13 و 2 15 و 3 يديني 18. يبقى ده 18x لينس يونت. احنا خدنا قبل كده شكل زي ده. هو انا السايد ده مش هو هو اللي موجود بره كده؟ اه هو هو. والحته دي زي الحته دي بالظبط؟ اه. يبقى انا لو جبت البريمتر للريكتانجل اللي اللينس بتاعه 5x والويدز 4x هيطلع بالظبط نفس البريمتر بتاع الشكل اللي مديهوني. يلا نجرب.
اهو اللينس بلس الويدز تايمز 2 اللي هي اللينس عندي 5x الويدز عندي 4x تايمز 2 اللي هي 9x تايمز 2 اللي هي 18x برضو زي دي بالايه بالظبط. معنى كده يا مستر ان انا لو عندي ريكتانجل ورحت واخد منه مثلا حته كبيره كده هيبقى البريمتر بتاعه مش هيتغير؟ ايوه مش هيتغير، الاريا هي اللي هتتغير لكن البريمتر مش هيتغير. طيب تعالوا مع بعضينا بقى نحسب الاريا. حساب الاريا للشكل ده ممكن احسبها باكتر من طريقه. ممكن نقسمه لتو ريكتانجلز، اعمل كده، ده كده ريكتانجل وده كده ريكتانجل. ممكن اقسمه بالطول، يعني اخد ده كده يبقى انا عندي الريكتانجل الكبير وعندي ريكتانجل صغير، اجيب الاريا بتاعت ده والاريا بتاعت ده ونعمل لهم اديشن. وعندي برضو طريقه ثالثه، ايه هي؟ ان انا عندي ريكتانجل كبير اهو نشيل منه الحته دي، يعني اجيب الاريا بتاع الجزء ده كده واشيله من الاريا الكبيره، برضو هيديني الاريا بتاعت الشكل ده. انا هستعمل اخر طريقه، طريقه السبتراكشن. الجزء ده عباره عن ايه؟ عندي هنا اكس وعندي هنا 2x، يبقى نقول كده الاريا of the figure، طبعا ده هسميه figure عشان ملوش اسم، هت equals معانا الريكتانجل الكبير اللينس بتاعه 5x هيبقى 5x times 4x. تمام، هعمل من الاريا دي subtraction للاريا دي اللي هي كام؟ اللي هي x times 2x، ده هيديني كام؟ هنا 20 x squared، بنعمل multiplication مش addition. لو حد اتلخبط وعمل لي 9x راحت منك المسألة. طب الكلام ده ماينس كام؟ هنا 1 تايمز 2 تديني 2 و x تايمز x x squared. يبقى أنا عندي 20 x squared minus 2 x squared هتديني 18 x squared وطبعا area unit. يلا نشوف example 4. بيقول لي calculate the total surface area of the volume of the opposite solid. ده عندي كيوبويد. التوتال سيرفس اريا كنت بجيبها ازاي؟ عندي فيس اهو وعندي فيس قدامه، ممكن اجيب الاريا بتاعت الريكتانجل ده واعمل لها تايمز 2، ونجيب الاريا للفيس ده واعمل لها تايمز 2، واجيب الاريا للبيز واعمل لها تايمز 2. دي طريقه. الطريقه الثانيه خدناها السنه اللي فاتت، خدنا ان التوتال سيرفس اريا كانت بتيكوالز اللاترال اريا بلس الاريا بتاعت البيزز. وكنا بنجيب اللاترال اريا ازاي؟ كنا بنقول البريمتر بتاع البيز تايمز الهايت. فاحنا عندنا اكتر من طريقه. تعالوا نحلها بالقانون بتاع السنه اللي فاتت اللي هو كان بيقول لي ايه؟ ان التوتال اريا دي هت ايكوالز معانا اللاترال اريا بلس الاريا اوف التو بيزز. يبقى احنا لازم نجيب اللاترال اريا. طيب اللاترال اريا كانت بتيكوالز ايه؟ البريمتر of البيز تايمز الايه؟ الهايت. البريمتر بتاع البيز كان بيكوالز ايه؟ 2 تايمز اللينس بلس الويدز، يبقى 2 تايمز اللينس عندي 3a الويدز عندي 2a، الكلام ده تايمز الهايت اللي هو 2a. يبقى انا عندي هنا هيبقى 2 تايمز 3a بلس 2a تديني 5a، الكلام ده هيبقى تايمز 2a. نعمل ملتبليكيشن عادي خالص، 2 تايمز 5 ب 10 تايمز 2 تديني 20، وعندي هنا a تايمز a تديني a سكويرد. يبقى احنا جبنا كده اللاترال اريا، يبقى زين التوتال اريا هتيكوالز معانا اللاترال اريا اللي هي 20 a سكويرد، الكلام ده بلس الاريا اوف ذا تو بيزز. هما عندي 2 بيزز يبقى نعمل 2 تايمز الاريا بتاعت البيز الواحده كام؟ 3a تايمز 2a، يبقى هنا 3a تايمز 2a اللي هي 20a سكويرد، الكلام ده بلس 2 تايمز 2 تديني 4 تايمز 3 12، يبقى 12a تايمز a سكويرد 20 بلس 12 اللي هي 32a سكويرد. وطبعا الناتج هيبقى يونت اريا. طب لو عايزين نجيب الفوليوم سهله، الفوليوم هيكوالز اللينس
تايمز الويدز تايمز الايه الهايت اللي هو 3a تايمز 2a تايمز 2a. يبقى انا عندي 3a تايمز 2a تايمز 2a. 3 تايمز 2 ب 6 تايمز 2 12 وعندي a تايمز a تايمز a تديني a باور كام؟ باور 3. وطبعا الانسر هيبقى يونت كيوب. يلا مع بعضنا نشوف example 5. بيقول لي find the volume of the opposite figure. هو ده شكل الايه الفيجر بتاعنا. الفيجر ده علشان اجيب الفوليوم بتاعه لازم اقسمه. ده عندي الريجولار شيب، ده مش كيوبويد ولا كيوب، دول شكلين في بعض. الشكلين دول لو حبينا نقسمهم نقدر نقسمهم بالمنظر ده. يبقى عندي كيوبويد ورا اهو وعندي الكيوبويد ده. يبقى الفوليوم علشان نجيبه لازم نجيب الفوليوم بتاع ده والفوليوم بتاع ده. هنعتبر الفوليوم بتاع ده في 1 والفوليوم بتاع ده في كام؟ في 2. يبقى نقول كده الفوليوم اوف ذا سوليد هي ايكوال في 1 بلس في كام؟ في 2. طب الفي 1 بكام؟ نجيب في 1 ونجيب في 2 ونعمل لهم سم. يلا الفي 1 عباره عن لينث تايمز ويدز تايمز هايت. هنا واي وهنا واي. طب والهايت عندي بكام؟ الهايت ده هو ده هو ده هو ده بكام عندي مدهوني؟ ب 3 واي. يبقى الفي 1 عباره عن واي تايمز الواي تايمز ال 3 واي اللي هي كام؟ 1 تايمز 1 يديني 1 تايمز 3 تديني 3 واي تايمز واي تايمز واي تديني واي كيوبد. ليه كيوبد؟ عشان عندي هنا 1 وعندي هنا 1 وعندي هنا 1. 1 بلس 1 بلس 1 تديني 3. طب يلا في 2 اجيب في 2 ازاي؟ عندي هنا لينث تايمز ويدز تايمز هايت. ده 3 واي وده واي وده 3 واي. يبقى انا عندي 3 واي تايمز الواي تايمز الايه 3 واي لينث ويدز هايت. 3 تايمز 1 تديني 3 تايمز 3 تديني 9. واي تايمز واي تايمز واي بواي كام؟ كيوبد. وبالتالي نقدر نقول ان الفوليوم اوف ذا سوليد ايكوالز معانا 3 واي كيوبد بلس 9 واي كيوبد اللي هي 12 واي كيوبد. وطبعا الناتج بيبقى يونت كيوبد. يلا نشوف اكزامبل 6. بيقول لي a sphere is put inside a cube as shown in the opposite figure to touch all its six faces internally. يعني الكره دي بتمس الست اوجه من الداخل. find the ratio between the volume of the sphere and that of the cube. عايزين الريشيو ما بين الفوليوم بتاع السفير. واحنا بنجيب الريشيو بنركز مين الاول والفوليوم بتاع الكيوب. وبيديني معلومه وبيقول لي ان الفوليوم بتاع السفير عباره عن 4 اوفر 3 باي ار كيوبد. يبقى نجيب يلا الفوليوم اوف ذا سفير. الفوليوم اوف ذا سفير هي ايكوالز 4 اوفر 3 باي ار كيوبد. الباي قال لي خدها 22 اوفر 7. طب الار بكام؟ ها احنا عايزين راديوس مش دايمتر. نبص كده على الرسمه هو بيقول لي ان السايد ده كله بكام؟ ب 2 ار. وانا عندي الكره دي بتمس او بتاتشز الايه الفيسز من الداخل. يعني الدايمتر بتاعها كله بكام؟ كل الدايمتر من جوه برضو ب 2 ار. طب هل احنا لما نعوض اخد ال 2 ار؟ لا ده ديامتر. احنا عايزين راديوس. والراديوس عباره عن ايه؟ عباره عن نص الديامتر. اخد نصه بس. ونصه بس يبقى كام؟ يبقى ار بس. لان 2 ار ديفايدد 2 تديني كام؟ تديني ار. يبقى نقول كده 4 ديفايدد 3 تايمز 22 اوفر 7 تايمز الراديوس عندي بار يبقى تفضل زي ما هي. ار باور كام؟ باور 3. طب ناخد بالنا لو كان ده ب 4 ار كان هيبقى الراديوس بكام؟ ب 2 ار. يبقى لما كنا هنعوض في الحته دي كده كنت هقول كده 2 ار باور 3 اللي هي 2 باور 3 ار باور 3
اللي هي 8 اور باور 3. انا حبيت اقول لكم دي ليه؟ علشان المساله دي متظبطه ان التعويض زي القانون، لكن ممكن يختلف. دي لو كانت 4 ار كان هيبقى هنا هشيل الار واحط مكانها 2 ار. ممكن حد يكتبها 2 ار باور 3، لا ده ال 2 ار كلها عليها باور 3. يبقى هو ده الفوليوم بتاع السفير. طب يا مستر الار قيمتها بكام؟ مش مهم القيمه، احنا هنجيب ريشيو، يعني ممكن بعد كده اعمل ديفيجن على الار. طيب تاني حاجه نجيب الفوليوم بتاع الكيوب، الفوليوم of the cube هي equals ايه؟ السايد تايمز السايد تايمز السايد، السايد تايمز السايد تايمز الايه؟ السايد اللي هو السايد كيوبد. السايد عندي بكام؟ 2r اللي هي 2r باور 3 اللي هي كام؟ زي ما شفنا هنا، او ممكن حد يكتبها كده 2r تايمز 2r تايمز 2r. 2 تايمز 2 تايمز 2 تديني 8 اللي هي 8 ار باور كام؟ باور 3. يبقى انا جبت الكميه دي والكميه دي، يلا نعمل عمليه ديفيجن. عمليه الريشيو عباره عن عمليه ديفيجن، يبقى نقول كده الفوليوم اوف السفير ونكتب تحت الفوليوم اوف الكيوب. نكتب هنا 4 over 3 times 22 over 7 times r power 3، ونكتب تحت 8 r power 3. ال r power 3 هتتكنسل مع ال r power 3، يبقى ده هيديني كده، يبقى عندي فوق 4 over 3 times 22 over 7، الكلام ده divided 8 divided ال 8. طب عملية الديفيجن بنحولها ملتبليكيشن ونشقلب اللي بعديها، يعني الكلام ده هيكوالز معانا 4 over 3 times 22 over 7 times 1 over 8. نعمل كنسليشن، يلا 4 divided 4 تديني 1، 8 divided 4 تديني 2، 2 divided 2 تديني 1، 22 divided 2 تديني 11. يبقى معايا فوق 11 وتحت 3 تايمز 7، يبقى الناتج عندي 11 اوفر 21. يلا نشوف مساله تروي. بيقول لي كالكوليت ذا بريمتر اند ذا اريا اوف ذا اوبوزيت فيجر. مساله جميله، وطالما عندي ريكتانجل كبير خدت منه اجزاء على شكل ريكتانجل برضو البريمتر مش هيتغير، لان يعتبر السايد ده هو هو ده، والجزء ده هو هو ده، وكذلك في الجزء ده اللي بره هو ده واللي بره هنا هو ده، فاكني بالظبط بجيب البريمتر للريكتانجل الكبير. يبقى نقول كده ذا بريمتر اوف ذا فيجر هيكوالز معانا لينس بلس ويدز تايمز 2. اللينس بلس الويدز تايمز 2. اللينس بكام؟ 5x ومعها 2x تبقى 7x، الكلام ده بلس الويدز بكام؟ هنا x وهنا x وهنا 2x يبقى 4x، الكلام ده تايمز 2 تديني 11x تايمز 2 اللي هي 22x، وطبعا يونت لينس. ممكن حد يقول يا مستر لا انا الطريقه دي صعبه عليا، همشي كده، هقول ان البريمتر هي ايكوالز، همشي مع الشكل، في عندي 5x هنا x هنا 2x، يبقى 5x بلس الx بلس ال 2x بلس 2x كمان بلس 2x بلس x هيبقى بلس 2x بلس 2x بلس الx ديت. الحته دي عندي 5x والحته دي عندي عباره عن 4x. لما نيجي نعمل الكلام ده صم هيطلع برضو 22x. طيب يلا نجيب الاريا بتاعت الفيجر، هنقسم الشكل ده لشكلين، ده عندي سكوير 2x 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 وهنا برضو 2x، وده عندي ريكتانجل. يبقى الاريا بتاعت الفيجر هتيكوالز الاريا بتاعت السكوير بلس الاريا بتاعت الريكتانجل. يبقى الاريا of the figure
هت equals the area of the square plus the area of the rectangle. Area of the square عبارة عن the side times itself. كلام ده plus the area بتاعت the rectangle length times width. يبقى الكلام ده هيساوي معانا هنا هيبقى 2x times 2x كلام ده بلس اللينس عندي للريكتانجل ده 5x كلام ده هيبقى تايمز الويدز عندي هنا 4x. نعمل يلا ملتبليكيشن وبعد كده اديشن. 2x times 2x تديني 4x squared كلام ده بلس 5x times 4x تديني 20x squared. يلا نعمل لهم sum يبقى الانسر عندي 24 x squared وطبعا الناتج بيبقى باليونت squared. زي ما انتم شايفين الدرس بتاعنا درس سهل جدا مفيش فيه اي مشاكل خالص. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق لكم ان شاء الله.